بسم الله الرحمن الرحيم. مع المحاضرة التاسعة في كورس سيك اف ان دي او الكورسات سي سي ان اي سايبر اوبس. لسه مكملين مع الموديول الثاني بعنوان نيتورك ابليكيشنز اند اند وين سيكيورتي. النهارده هننهي اخر محاضرة في الموديول ده بعنوان اندرستاندينج نيتورك سيكيورتي تكنولوجيز. المحاضرة دي في غاية الأهمية. الأهمية بتاعتها في تكمن ان انت بتتعرف على كل حاجة خاصة بالسي سي ان اي سيكيورتي تقريبا، او بعض الحاجات الخاصة بالسي سي ان بي سيكيورتي هتلاقيها موجودة عندك في البرزنتيشن دي. يعني سيسكو في الكورس بتاعنا بتاع السي سي ان اي سايبر اوبس علمتك اساسيات الانفورميشن سيكيورتي، علمتك اساسيات السايبر سيكيورتي، دلوقتي جه الوقت ان هي بتعلمك فيه اساسيات النيتورك سيكيورتي. في الشابتر ده او في المحاضرة دي هنتكلم عن ايه هي اغلب الديفايسز اللي بتكون موجودة داخل النيتورك سيكيورتي تيم او داخل نيتورك سيكيورتي ديبارتمنت اللي بتعامله معاها بشكل يومي، واللي انت كراجل خاص بالسايبر سيكيورتي او سيكيورتي اناليست انت المفروض بتعمل لها عملية مونيتورينج او بتبتدي تشوف ايه اللوجينج اللي بيطلع منها بعد كده. فانت بالنسبة لك لما بقول لك الاوتبوت ده جاي لك من فاير وول، جاي لك من جهاز اي بي اس، جاي لك من جهاز ايدنتيتي سيرفيسز انجن، فانت بالنسبه لك المصطلحات دي ما تقولش انا مش عارف اصلا يعني ايه الايدنت سيرفيس انجن ولا مش عارف يعني ايه الفاير وول. فانت في الشابتر ده هتعرف على الاجهزه ديت بحيث انت لما بيجي لك اوتبوت او لما بتراقبه بتكون عارف بالظبط الاوتبوت طالع من مين بالظبط. اول حاجه هنبتدي بيها في الشابتر مسمى اسمه ديفنس اندبس. المسمى ديفنس اندبس ده بيوضح لك استراتيجيه لبناء النتورك كسيكيورتي. بيقول لك لما تيجي تبني اي نتورك، النتورك ديت يفضل تبنيها على هيئه بلوكس، او بمعنى تاني تعمل لي بروفايدز للليرد سيكيورتي. يعني انت لما تيجي تعمل لي اجهزه شبكات، بقول لك دلوقتي انا عايز احمي الاند بوينت بتاعي، فالاند بوينت انت عشان تحميه بتحط قبليه طبقات من الحمايه. طبقات الحماية دي بتساعد ان الاند بوينت بتاعك يكون دايما محمي او يكون عليه سيكيورتي متطبقة. كمثال مثلا خليني كده اوريها لك على توبولوجي مثلا زي توبولوجي السي سي اي اي حاليا، لو حد فيكم ناوي يكملها ان شاء الله قدام. حاجة زي ديت مثلا، او انا عندي مثلا كاند بوينت كانترنال اند بوينت، اوكي الاند بوينت ده الجهاز اللي انا عندي في اليمين اللي هو الجهاز الماب بي سي او الدوت 1 اكس بي سي، ده اند بوينت متوصل على سويتش، بس متوصل بالتليفون، التليفون متوصل بالسويتش، السويتش متوصل بجهاز اسمه سيسكو ايس، السويتش متوصل براوتر، الراوتر متوصل بفاير وول. فانا بالنسبه لي في الديزاين ده انا عايز احمي مين؟ احمي البي سي الانترنال. بتحميه ازاي؟ ان انا بحط طبقات من الحمايه قبل البي سي، بحيث لو في اتاكر عايز يجي لي من بره الشبكه فمضطر يعدي على كذا جهاز، هيعدي على الفاير وول ده والفاير وول الثاني، هيعدي على الراوتر، هيعدي على السويتش، هيعدي على الايس، هيعدي على التليفون لحد ما يعرف يوصل. فالمسمى بتاع الديفنس اندبس بيقول لك ان انت لما تيجي تبني اي توبولوجي، اي توبولوجي اللي هي الرسمه اللي قدامك دي بنسميها نيتورك توبولوجي، اي توبولوجي بتبنيها لازم تحط في حسابك في الديزاين ان انت يكون في عندك طبقات من الحمايه. فدي استراتيجيه البناء بنسميها ديفنس اندبس استراتيجي. برضه هتعرف عنها اكتر مور ديتيلز في كورسات متخصصه في النيتورك سيكيورتي زي السي سي ان اي سيكيورتي او السي سي ان بي سيكيورتي. اول جهاز هنتعامل فيه او اول سيرفيس انت المفروض تكون مفعله عندك في الانترنال نيتورك، عندك سيرفيس او خاصيه بنسميها اوثنتيكيشن اند اوثرايزيشن اند اكاونتنج، فبعض الاوقات بنسميها تريبل اي سيرفيسز. التريبل اي سيرفيس دي بتسمح لك ان انت تعرف مين الانترنال يوزر او تعمل ايدنتيفاي لليوزر اللي عندك. زي مثلا عندي هنا الجهاز ده عايز يروح ياكس على الانترنت، فالجهاز ده متوصل في التليفون والتليفون بتاعه متوصل في السويتش. السويتش قبل ما ياخد الريكوست بتاعك ويبعتك على الراوتر والراوتر بيطلعك على الانترنت، لا انا عايز وسيله تسالك تقول لك انت مين، انت مين يا جهاز، انت اسمك ايه، ايه هو اليوزر نيم اللي هيدخل من الجهاز ده. فالخاصيه عشان افعلها بقول لك انا عايز افعل سيرفيس اسمها تريبل اي سيرفيس. التريبل اي سيرفيس لما بتفعلها بتفعلها على سيرفر، فيبقى انت عندك السيرفر اسمه تريبل اي سيرفر. السيرفر ده لما انت بتشغل ليه السيرفيس بتاعت التريبل اي بيكون اسمه تريبل اي سيرفر، وبيوفر لك الخدمه بتاعت التريبل اي اللي هي الاوثنتيكيشن والاوثرايزيشن والاكاونتنج. الاوثنتيكيشن معناها انت مين، دي الطريقه اللي احنا بنعمل بيها ايدنتيفاي لليوزر. وانس ان اليوزر ده اداني اليوزر نيم والباسورد بتاعه وليكن مثلا يوزر 1 وباسورد 1 2 3، السيرفر اللي عليه الخدمه بتاعه التريبل اي بيدخلك على المرحله الثانيه اللي اسمها اوثرايزيشن، بيقول لك دي الصلاحيات اللي انت مسموح لك تعملها داخل النتورك. فالاوثرايزيشن معناها بتعمل ديفاين لايه هي الالاود اكتيفيتي
الاكتيفيتي اللي اليوزر ده يعملها او ايه هي صلاحياتك. وصل انت اعطيته صلاحيات، فالراجل ده فعلا بدا ياكس على النيتورك وبدا يدخل وبيشتغل بالصلاحيات بتاعته. انت بقى عايز تراقب الترافيك بتاعه وعايز تشوف هو بيعمل ايه على مدار من اول ما بدا الكونكشن لحد ما هينهيه. فانا بقول لك فعل خاصيه اسمها الاكاونتنج. فالاكاونتنج بتعمل كيب تراك للانديفيديوال بيعمله او الراجل اللي دخل بالايدنتيتي بيعمل ايه. انت عشان تفعل التريبل اي سيرفيس على سيرفر، فلازم السيرفر نفسه اللي متفعل التريبل اي يتواصل مع السويتش عن طريق بروتوكول. في عندك اتنين بروتوكول اشهرهم، واحد اسمه ريدياس والتاني اسمه تكاكس. يعني انا بالنسبه لي قلت مثلا السيرفر ده اللي عندي اللي اسمه ايس ده هو اللي هيكون عليه التريبل اي سيرفيس، فانا عايز اخلي السويتش بتاعي اللي اسمه سويتش 2 بي، اي حد جاله من الانترنال نتورك السويتش هيبعت الريكوست بتاعك للسيسكو ايس. السيسكو ايس ده اللي عليه التريبل اي. السيسكو ايس هو اللي هيعمل تشيك على الايدنتيتي بتاعتك على الاوثنتيكيشن ويديك اوثرايزيشن وكمان بيعمل لك اكاونتنج. السيسكو ايس هيرجع كل الكلام ده للسويتش، السويتش بيرجعه لك. البروتوكول اللي شغال ما بين السويتش وما بين الايس هنا بيكون واحد من اتنين، يا اما بيكون اسمه ريدياس يا اما التكاكس. فانا بالنسبه لو عايز افعل خدمه التريبل اي بس بفعلها على اي سيرفر من السيرفرات المتاحه عندك، او في بعض الاحيان ممكن الشركه بتاعتك لو شركه صغيره تعمل لوكال تريبل اي، بمعنى انا السويتش بتاعي اوريدي متسجل عليه كل الايدنتيتي بتاعت اليوزرز. يعني السويتش بتاعك اوريدي جواه الاسماء وجواه الاوثرايزيشن وجواه الاكاونتنج الخاص بالاجهزه دي. يعني امتى انا بحتاج سيرفر اخزن عليه؟ لو الداتا نتورك بتاعتك كبيره، لو النتورك بتاعتك بسيطه او عدد الاجهزه قليله، فانا بستخدم لوكال تريبل اي. يعني هفعل خاصيه التريبل اي على السويتش، مش هفعلها على سيرفر خارجي. ده بالنسبه لاول سيرفيس تفعلها عندك اسمها تريبل اي. في بعض الاحيان بعض الشركات بتقولك احنا عايزين نشتغل على التريبل اي بشكل موسع شويه، فاحنا عايزين اجهزه بتعمل لنا حاجه اسمها ايدنتيتي اند اكسس مانجمنت. ايه هي الاي ام سوليوشن؟ ممكن نختصرها ايدنتيتي اند اكسس مانجمنت، خد اول حرف من كل كلمه بنسميها اي ام، اي اي ام. الاي ام سوليوشن اشهرهم المنتج اللي اسمه سيسكو ايس اللي انا كنت لسه موريه لكم حاليا، اللي هو الصوره بتاعته بتكون ده. السيسكو ايس بالاضافه لان هو بيعمل لك التريبل اي، قادر ان هو يعمل لك خدمات تانية زي خدمه البروفايلنج وخدمه السكيورتي بوستر. ايه هي الخدمات ديت؟ السيسكو ايس زي ما انت شايف هنا في الصوره دي بيقول لك انا هسال اي حد جاي انت اسمك ايه، جاي ازاي، جاي امتى، جاي من انهي جهاز بالظبط، الكيفيه بتاعت الدخول، انت الجهاز بتاعك ده اكسبتد ان هو يدخل عندي في النيتورك او لا. انا كشركة او كمؤسسة حاليا بدل ما بروح اجيب جهاز فقط يعمل لي التريبل اي، لا ده انا عايز الجهاز السيسكو ايس ده يسأل اي حد داخل، وهو بعد ما يعمل اوثنتيكيشن السيسكو ايس يقول لك استنى انت الجهاز بتاعك نوعه ايه، ايه هو نوع الهاردوير بتاعك، الفيندور اللي انت شاري منه اللابتوب او البي سي، هل هو ديل ولا اتش بي ولا توشيبا ولا لينوفو ولا انهي هاردوير انهي فيندور. كمان وريني كده الاوبريتنج سيستم اللي انت شغال عندك على السيستم بتاعك، هل هو ويندوز ولا لينكس ولا ماك. طب لو ويندوز هل هو ويندوز 7 ولا ويندوز 8.1 ولا ويندوز 10. طب انت عندك انتي فايروس او لا، طب عندك انتي فايروس ابديتد ولا لا، طب جهازك فيه مشاكل، فيه ميل وير، فيه فيروسات ولا لا. الكلام ده كله بيساله لك السيسكو ايس. فعشان كده احنا بنسمي السيسكو ايس حاليا كمنتج بنسميه اي ام سوليوشن، سوليوشن متكامل فيه التريبل اي وفيه كمان الخدمات التانية اللي عن طريقها بيبتدي يتحكم اكتر في الاند بوينت. المنتج الوحيد اللي حاليا اللي بينافس سيسكو ايس وليه برضك شعبيه كبيره منتج اسمه كلير باس. كلير باس ده منتج بتاع شركه اروبا، اروبا كلير باس. كلير باس ده المنتج اللي بينافس سيسكو حاليا في السيسكو ايس. فاغلب الشركات على حسب البادجت بتاعتها تقول لك يا اما بروح اجيب سيسكو ايس ك ايدنتيتي سيرفيس انجن او اللي هو اي ام سوليوشن، او لو الشركه بتاعتك ليميتد في البادج بتاعتها بتقول لك انا هروح اجيب اوروبا كلير باس. ده او ده المفروض يكون عندك من الديفنس اندبس بيعمل لك التريبل اي وكمان الخواص الخاصه بالايدنتيتي. الجهاز اللي بعد كده بنتكلم عنه في المصطلح ديفنس اندبس جهاز اسمه الفاير وول. الفاير وول كجهاز او كديفايس كل مهمته في الدنيا هتعرفها من الصوره دي. الفاير وول المفروض بيكون اول جهاز اول ما بتدخل عندك من الانترنت. انا بحط الفاير وول ليه؟ الفاير وول هو مهمته في النيتورك بتاعتك اللي هو بيقسمها لك نصين، نص شبكه داخليه اللي هي انترنال والنص الثاني اللي هو شبكه البابليك اللي هي الاوتسايد او بنسميها الانترنت. وانس ان انت حطيت الفاير وول كده
بيكون طالع منه اتنين انترفيس، انترفيس بيوصل للشبكة الداخلية وانترفيس بيوصل على الشبكة الخارجية. في بعض الأحيان لو انت عندك اكتر من شبكة داخلية فانت ممكن يكون في عندك شبكة تالتة بنسميها الدي ام زي. الكلام اغلبه بتاع المحاضرة دي ممكن يكون نظري شوية، لكن انا لو دخلت في العمل بتاعه مش مطلوب بيه اولا. ثانيا سيسكو اصلا بتقولك انت مش مطالب ان انت تشرحه حاليا عشان ده كل موجود في النيتورك سيكيورتي كورسز. فتقدر تقول ان السلايد دي كلها مهمتها ان سيسكو بتشوقك للنيتورك سيكيورتي، الناس فيها شغالين ازاي وشغالين عليها اجهزه وبيعملوا ايه بالظبط. لكن ما تنساش ان انت مهمتك كراجل سايبر سيكيورتي اناليست انت بس بتمونيتور الاجهزه دي، يعني الاجهزه شغاله واوريدي انت بس بتستلم منها اللوجنج عندك على اجهزه معينه زي السيم سوليوشنز اللي هنتكلم عنها في الكورس الثاني، بتستلم بس الترافيك بتعمل لي انالايز تطلع لي اي دي معين تطلع لي ريبورت عنه. بس انت عشان تعرف الكلام ده بعيد تاني ان انت لازم تكون عارف كل جهاز شغال ازاي. فعندي هنا الفاير وول، اقرا كده الكلام اللي بيقوله لك. الفاير وول لما يكون واقف في النص ما بين الانترنت وبين الشبكه الداخليه بيقول لك الباكت دي جايه منين ورايحه لفين. يعني كانك بالظبط الفاير وول كان هو الحارس اللي على العماره او المبنى اللي انت ساكن فيه. اي حد عايز يدخل المبنى او العماره عشان يطلع لك الشقه عندك، البواب تحت او الحارس بيوقفه يقول له استنى انت اسمك ايه وطالع لمين، وبيطلع ورقه من عنده كده اللي احنا بنسميها اكسس بوليسي، بيبص على اسمك واسم اللي انت رايح له ويبتدي يقول لك انت الاود ان انت تدخل او لا. فده الفاير وول. فالفاير وول كجهاز لما بيشتغل بيسمح للناس ان هي تدخل او تخرج على حسب اكسس بوليسي او على حسب اسمائهم بالظبط. فهنا بيقول لك ده بيعمل كنترول للترافيك اللي داخل ما بين الانسايد والاوتسايد او ما بين التراستد والانتراستد نتورك. الفاير وول بتاعك لما انت بتشغله في عندك طريقتين لتشغيل الفاير وول، يا اما بتشغله ستيتفول او ستيتلس فاير وول. الفرق بين الاثنين، الستيتفول فاير وول بيقول لك لو في عندي ترافيك طالع من الشبكه الداخليه رايح بره على الانترنت، فالترافيك ده وهو بيرجع بيرجع عادي بدون ما نساله. وده انا استفدت بها ايه؟ باي ديفولت لما انت بتركب الفاير وول عندك فالفاير وول بيعمل ديناي، بيمنع اي حد جاي من بره ان هو يدخل عندك جوه، ده الديفولت. الا اذا انت عطيت ورقه للفاير وول اعطت له فيها اسماء الناس اللي مسموح لك تدخل من بره. طب انا بالنسبه لي حاليا لو في واحد مثلا من الانسايد حب يفتح ترافيك على الاوتسايد، فالانسايد ده راح للفاير وول، الفاير وول قام معديه، الفاير وول طلعك بره على الانترنت. طبعا زي ما احنا شفنا في المحاضره بتاعت ال HTTP ان انت دايما اي ترافيك بيطلع بيكون ريكوست وفي ريسبونس. فانت الباكت بتاعتك طلعت على الانترنت، الباكت دي هترجع، وهي راجعه الفاير وول هيقوم موقفها ومنعها. ليه؟ عشان الفاير وول هيطبق ان هي جايه له من الاوتسايد. الستيتفول فاير وول بيقول لك لو انت كان عندك ترافيك بادئ من جوه وطالع بره، الترافيك ده انا كفاير وول شغال ستيتفول هخليه يرجع عادي. فالستيتفول فاير وول بيخلي الترافيك يرجع طالما هو بادئ من جوه. عكس الستيتفول اسمه ستيتلس. الستيتلس بيقول لك احنا بنسميه في بعض الاحيان باكت باي باكت بيزس، شغال زي الاكسس كنترول ليست بالظبط. الستيتلس فاير وول بيقول لو الترافيك طالع من بره طالع من جوه رايح بره وهو راجع، الفاير وول هيوقفه ويقول له استنى انت مين واسمك ايه ورايح لفين. يعني انت لو عايز تعدي من الفاير وول، الفاير وول ده ستيتلس، فانت وانت رايح هتخلي الفاير وول يعديك وانت راجع تخليه يعديك. يعني انت كانك بالظبط هتكتب له سطرين في الورق اللي معاه، تقول له يا فاير وول انا دلوقتي خارج وهرجع الساعه 11 بالليل، ولا مرجع 11 بالليل رجعني دخلني. فانت لازم تقول له انا رايح امتى وراجع امتى ورايح فين وراجع منين. انما لو انت شغلته كانه ستيتفول، انت وانس بس ان هو بيعديك ويطلعك اوتوماتيك ترجع في اي وقت ومش هقول لك حاجه. طبعا في بعض البوليسز احنا ممكن نعملها بعد كده ان انت تعمل زي تايم، التايم ده لازم السيشن تترد فيه. لو التايم ده عدى من غير ما السيشن ترجع يبقى دي فيها مشكله، ممكن يعمل دروب او يعمل ريسيت للكونكشن. بس الكلام ده برضو تبع النيتورك سكيورتي. طيب انا بالنسبه لي عشان اعمل الكلام ده على الفاير وول، عشان تعمل الكلام ده على الفاير وول هتحتاج ان انت تدخل على الفاير وول نفسه وتبتدي تعمل عليه بوليسز. خليني كده اوريكم الكلام ده بشكل يعني عملي شويه. طبعا انت مش مطالب بيه، لكن لو انت عايز تتشوق اكتر لكورسات النيتورك سكيورتي تشوف الناس بتوع النيتورك سكيورتي دول بيعملوا ايه بالظبط، او يعني ايه فاير وول، ازاي تاكسس عليه. لو بنتكلم في الفاير وول بتاع سيسكو، فانت اغلب الاكسس بتاعك على الفاير وول بتاع سيسكو بيكون عن طريق الكوماند لاين انترفيس، يعني سي ال اي. ممكن تشغل الفاير وول عليه جي يو اي او واجهه رسوميه، الواجهه الرسوميه بتساعدك ان انت تعمل الامور بشكل اسرع على الفاير وول. على عكس مثلا الفاير وولز الثانيه بتاعت شركات اخرى زي مثلا بالو التو زي فورتنت، فالميزه فيهم ان هم يوزر فريندلي. يوزر فريندلي بمعنى الجي يو اي بتاعتهم بسيطه، عباره عن
جي او اي بتدخل فيها نيكست بتكتب الامور بتبقى سهله حتى في الاستخدام. دلوقتي بس عشان اوريكم الفاير وول شغال ازاي بشكل فيرتشوال، فانا عندي هنا بيئه فيرتشوال اسمها اي في اي، ده برنامج ايميليتور بيعمل لي محاكاه للراوترات والسويتشات والفاير وولز وخلافه. فهنا عشان ادخل عليه لازم ادخل عليه عن طريق الويب اكسس طبعا، ولا كانك شايف حاجه خالص. انا بس هكتب اي بي هنا 192.168.43.108. اوكي الاي في عندي فتح اهوت. انا كنت راسم هنا التوبولوجي جواه، التوبولوجي دي عباره عن دي شبكه الانترنت، ده هنا الفاير وول، وفي عندي هنا شبكه داخليه، في هنا اوتسايد وانسايد. لو انا حابب اشغل الفاير وول، الفاير وول كده اشتغل، عايز ادخل عليه اكس عليه ككوماند لاين، ضغط ضغطه واحده عليه الفاير وول هيعمل لودنج اهوت ويبتدي يخليني اعمل انتر اكشن معاه. طيب انا دلوقتي لما اجي اتعامل مع الفاير وول هتعامل معاه عن طريق الكوماند لاين اللي هي السي ال اي هنا، اللي انت ممكن تكون شفتها في كورسات تانية زي السي سي ان اي او السي سي ان سكيورتي. لكن الريكومنديشن بتاعك لو انت عايز تعمل الامور اسرع، انا دلوقتي بكلم شخص شغال في مكان اسمه نتورك سكيورتي، انت كسوك برضو مش مطالب بالكلام ده. انا بس عشان اتعامل اكتر مع الفاير وول، واللي في الغالب الناس بتوع النتورك سكيورتي تيم هيكون مدين لك اكسس ان انت تفتح الفاير وول عن طريق الجي او اي بتاعته. في بعض بس الكوماندات بتتعمل هنا على الفاير وول انت المفروض بتشوفها في كورسات زي السي سي ان اي سكيورتي، زي السي سي ان بي سكيورتي وخلافه، لكن انت حاليا مش محتاج اكتر بس من ان انا اشوف الاي بي ادرس بتاع الفاير وول. فانا دخلت على الفاير وول شو انترفيسز اي بي بريف، الفاير وول بتاعي واخد اي بي خارجي اهوت. انا دلوقتي عندي ابلكيشن اسمه سيسكو اي اس دي ام. سيسكو اي اس دي ام ده الابلكيشن اللي جاي من سيسكو اللي عن طريقه بتعرف تعمل مانج للفاير وول عن طريق الجي او اي. طبعا عشان تفتح الفاير وول بالجي او اي لازم بيكون في بعض الكونفيجريشن كده انت بتعملها على الفاير وول، برضو دي مش موضوعنا. انا دلوقتي بس عشان افتح الفاير وول فانا عايز الاي بي ادرس بتاعه اللي هو الاي بي اللي انا مظلله ده 192.168.43.69، وفي طبعا يوزر نيم وفي باسورد انا اوريدي عملت لهم بري كونفيجرد على الفاير وول. اوكي دلوقتي الفاير وول هيبتدي يعمل لي لودنج ويخليني الاداه دي اللي اسمها سيسكو اي اس دي ام تخليني اكسس على الفاير وول بشكل كامل عن طريق برنامج او واجهه زي دي. انت كان ممكن تعمل كل حاجه عن طريق الكوماند لاين هنا، عن طريق الاوامر الشو اوامر الكونفيجر وتخش في الانترفيسز وخلافه، لكن انت بالنسبه لك عايز تعمل حاجه سريعه، عايز تعمل مانج سريعا، فانت بالنسبه لك كافي جدا السيسكو اي اس دي ام. فخليه كده يخلص اللودنج، وبعد ما يخلص خلينا نشوف من جوه شكله ايه. اوكي البروسيسور عندي عالي جدا لما تلاقيني مشغل حاجات كتير جي او اي. هرجع تاني هنا اللودنج بتاعه ادي 89%. اوكي بيعمل هنا سوفت وير ابديت كومبليتنج، وهو بيفتح اول مره دايما بيعمل تشيك هل الابلكيشن اللي بفتح بيه ده هل ليه نسخه جديده نزلت او لا محدثه يعني. انا بالنسبه لي هنا فتح اهوت الواجهه، الواجهه دي جايبه لي تفاصيل عن الفاير وول نفسه، جايب لي الفاير وول اسمه ايه، ايه هي الرام بتاعته، ايه هي الفلاش اللي موجوده جوه انسايد، لو فيها لايسنس بيجيب لك معلوماتها، لو هو شغال كونتكست يعني متقسم اكتر من فاير وول، جايب لك كمان هنا الانترفيس بتاعته هي ايه بالظبط. لو انت عايز تتعامل مع الفاير وول، لو انت مثلا عايز تفعل خاصيه اللوجنج عليه، يعني اي حد بيدخل على الفاير وول او بيطلع فتلاقي عندك هنا الخاصيه دي اسمها انيبل لوجنج، اعمل لها انيبل. ده فعليا بقى اللي انت بتراقبه كراجل بتاع سايبر سوك. فانت فعليا انت تلاقي مثلا في ترافيك جاي لك، الترافيك ده جاي لك من الفاير وول، فالفاير وول باعت لك ترافيك قريب جدا من اللي احنا شفناه في الواير شارك، يجيب لك السورس اي بي ده طالع من البورت ده رايح للديستنيشن ده، وايه هي البورت اللي راح عليه، وكمان جايب لك محتويات الباكت دي عن طريق انت بتعرف بالظبط ايه اللي بيحصل على الفاير وول. كمان الخاصيه اللي اسمها الاكسس بوليسي اللي هي يعتبر الورقه اللي مكتوب فيها اسماء الناس اللي تدخل، هتلاقيها موجود هنا في فاير وول، تتلاقي موجود هنا في اكسس رولز، جايب لك هنا لسته بالناس اللي مسموح ان هي تدخل وتخرج على الفاير وول. فجايب لك هنا بيقول لك على حسب، لو انت جاي لك الالاود بي سي ديت زي البي سي 2 وبي سي 3، طبعا هو بيعمل الكلام ده على حسب التوبولوجي اللي هنا. انا هنا كنت عامل توبولوجي بتقول ان بي سي 1 او 2 او 3 لو حابين يطلعوا على الانترنت يا فاير وول عديهم، انما يا فاير وول لو في حد جاي تاني من بره عايز يدخل جوه امنعه. الكلام ده ازاي بيترجمه للفاير وول؟ عن طريق اكسس رولز. فمكتوب له هنا ان الالاود بي سي ده المفروض الالاود بي سي اللي هم دول يروحوا لاي حد بيرميت، انما اي حد تاني رايح لاي حد تاني يا فاير وول اعمل له ديناي. طبعا انت ممكن تعدل في البوليسي دي، ممكن تعمل انت بوليسي بايدك، تيجي هنا تقول له اد وتقول له اكسس رول، بتقول له هنا الشخص ده هيكون جاي منين، من الانسايد انترفيس ولا اوتسايد،
هتعمل له بيرميت ولا ديناي، السورس اي بي اللي هيجي لك منه هو ايه بالظبط، هيدخل لانهي ديستنيشن اي بي، وبعد كده انت بتقول له لوجنج عشان عايز اعرف الراجل ده بيعمل ايه. ده بالنسبه للفاير وول لو انت هتتعامل معاه كجهاز او كديفايس وهتبتدي تعمل عليه كونفيجريشن. بس بعيد المره الاخيره ان انت راجل سك، انت بس مطالب تستلم بس اللوجنج بتاع الفاير وول وتخزنه لي عندك، اكتر من كده مش عايز. خليني كده اقفل الفيرتشوال ماشين عشان كنت انا معطيها تقريبا هنا الاي في اي ما تروح حوالي 12 جيجا رام، وانا جهازي 16 جيجا رام، فده اللي مخلي الدنيا اتخنقت عندي شويه. طيب نرجع تاني هنا للكلام بعد ما اتكلمنا في الفاير وول. في عندك بعد كده من ضمن الاجهزه او من ضمن لسه الكلام على الفاير وول الحاجه الاخيره، انت لو بتجيب الفاير وول انت لما بتشغله بتشغله كراوتر او كسويتش. يعني ايه راوتر او سويتش؟ سن ده الفاير وول بتاعك. الفاير وول بتاعك بيكون شايل شبكه داخليه وشبكه خارجيه. لو عندك الشبكه الداخليه ليها اي بي ادرس والشبكه الخارجيه ليها اي بي ادرس تاني، فانت بتشغل الفاير وول كانه راوتر عشان يعمل راوتنج من الانسايد للاوتسايد. انما لو انت جايب الفاير وول عشان تشغله عندك انسايد داخل الداتا سنتر بتاعتك او داخل المؤسسه، فانت عندك كل الاجهزه اللي عندك كلهم ان ذا سيم سب نت، اللي هي عندي مثلا النتورك اللي هي 10 30 10، فانا بالنسبه لي كل الناس 10 30 10، فانا بخلي الفاير وول يشتغل بدون ما اعطي له اي بي ادرس، كده بشغله كانه ترانسبيرنت مود. فعلى حسب انت عايز تعمل راوتنج، عندك الشبكه الترافيك جالك من شبكه رايح لشبكه ولا كلها في نفس الشبكه. في الغالب لما الفاير وول بتاعك بيشتغل كراوتر بنسميه ايدج فاير وول، الفاير وول الخارجي او الفاير وول اللي موجود على الايدج على الحافه. انما لو داخلي بنسميه داتا سنتر فاير وول او انترنال فاير وول. طيب الجهاز اللي بنتكلم عنه بعد كده اسمه نتورك تاب. النتورك تاب قال لك هنا من الكلام اللي قدامك بيساعد السكيورتي اناليست ان هم يعملوا كابشر للترافيك اللي ما بين اي اتنين نتورك ديفايسز. الطلب منك مثلا تاسك قال لك يا احمد احنا عايزين نعرف ايه الترافيك بالظبط اللي ماشي ما بين الفاير وول للراوتر، تطلع لي كده نسخه من الترافيك ده وتسيفه عندك على مساحه خارجيه او ستورج خارجيه. فانت بتجيب جهاز اسمه نتورك تاب بتوصله في النص ما بين الجهازين وتوصل نفسك انت كجهازك اللي هو الكابشر ديفايس فيه بالظبط. فانت بالنسبه لك اي ترافيك داخل او خارج بيعدي على النتورك تاب والنتورك تاب بيبعته لك. انت بالنسبه لك لو عايز تستخدم نفس الفكره او نفس التكنيك بس عن طريق سوفت وير، فانت ببساطه ممكن تشيل النيتورك تاب وتجيب مكانه الابلكيشن اللي هو واير شارك. بس انت تكون لازم مشغل الواير شارك على جهاز، الجهاز ده يكون اوريدي متوصل على سويتش في الانترنال راوتر وفي الفاير وول. انها ميزه النيتورك تاب كهاردوير بيكون موجود في النص، يعني الترافيك بالكامل بيدخل هنا داخل وخارج من النيتورك تاب بتاعك. كخاصية تانية لو انت عايز تجيب كوبي من الترافيك، فانت ممكن تفعل خاصية اسمها سويتش بورت انالايزر. سويتش بورت انالايزر دي هتشوفها في كورسات زي السي سي ان بي سيكيورتي وتحديدا في اول كورس اسمه السنس. سويتش بورت انالايزر خاصية بتفعلها على السويتش بورت لو انت عايز تراقب ترافيك معين جاي لك من اجهزة معينة. فانا مثلا بالنسبة لي ده البرنامج بتاع اللي هراقب منه بسميه سنيفر، اللي هو بيشمشم في الشبكة. انا بقول له يا سنيفر اتوصل في السويتش بورت ده، وانت يا سويتش اي حاجة تحصل ما بين البي سي ده وهي رايحة للبي سي ده من فضلك يا سويتش خد لي منها كوبي وبعتها لي هنا. فبعض الاحيان ممكن نسمي الخاصية دي سويتش ميرورينج، سويتش بورت ميرورينج، معناها اعمل لي ميرور للترافيك اللي بيتم ما بين جهازين او ما بين بورتين وبعتهم على البورت بتاعي. دي اسمها سويتش بورت انلايزر. بعض الاوقات ممكن يكون عندك اكتر من سبان بورت، يعني بدل ما يكون انت بتراقب ترافيك طالع من اتنين بورت بس، لا انت بتراقب من هنا وهنا 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 وتبعتهم ده على سنيفر وده على سنيفر تاني. يعني انت بتراقب مالتي او مالتيبل سبان سيشنز. هنا كان سيشن واحده بس اللي انت بتراقبها، هنا في عندي على السويتش بتاعي اتنين سيشن شغالين، الاتنين دول انا بعمل لهم مراقبه. الجهاز اللي بعد كده بنتكلم عنه اسمه انتروجن بريفنشن سيستم او الاي بي اس. اول سؤال دايما بتتساله في مقابله يقول لك ايه الفرق بين الاي بي اس والفاير وول؟ الصوره دي اللي كنت بشرح عليها من شويه الفاير وول. الصوره هنا قايل لك ان الفاير وول كجهاز كل مهمته يبص على اي حد بيحاول يدخل النتورك يوقفه ويقول له استنى انت اسمك ايه ورايح لفين، والفاير وول بيقوم مطلع من عنده الاكسس بوليسي بتاعته او الاكسس رول، يبص على اسمك ويبص على الاسم اللي انت عايز تروح له ويشوف انت برميتد ان انت تروح له ولا لا. الاي بي اس بيكون موجود ورا الفاير وول، مهمته ان لو الفاير وول عدى ناس معينه ان هم يدخلوا، فالاي بي اس بيقوم موقفهم يقول لهم طيب بما ان الفاير وول عداكم ان انتوا تدخلوا النتورك، من فضلكم بقى افتحوا لي الباكت بتاعتكم كده ما ابص جواها اشوف ايه اللي في الانسايد الباكت. فانت بالنسبه لك دايما لما حد بيقول لك ايه الفرق بين الفاير وول والاي بي اس،
الفاير وول كديفايس بيعمل بيرميت او ديناي بيزد على الاي بي بتاعك السورس والاي بي ديستنيشن والسورس بورت بتاعك والسورس والديستنيشن بورت، كمان ايه الابلكيشن اللي انت هتشغله جوه. انما الاي بي اس بيبص يشوف الترافيك بتاعك وانت داخل هل هيكون بيرميتد ولا هيكون اكسيد للبوليس اللي انا حاططها. خلينا كده اعمل لكم الكلام ده بشكل عملي ونشوف الاي بي اس ازاي شغال عند الشركات. انا مثلا لو حبيت اعمل مثلا الكوماند بتاع بينك، خلينا كده اجيب البينك. انا مثلا بعمل هنا بينك على مثلا جوجل دوت كوم. البينج شغال اهوت بسبب ان انا دلوقتي جهازي بيبعت باكتس، الباكت دي حجمها هنا 64 بايت. خلينا كده لو حبيت اعمل الامر بتاع البينج بس اتحكم في السايز بتاع الباكت، اعتقد هي كانت داش اس، اخليها مثلا 1000 على الديستنيشن اللي هو جوجل دوت كوم. الكوماند ده المفروض بيخليني ابعت باكت بس الباكت دي حجمها اكبر من الحجم الطبيعي. هنا بيقول لك رونج توتال اوف لينس، هي يبقى الداش اس دي غلط عشان دلوقتي شغال هنا على الماك. الكوماند كان صح بس انا المفروض كنت اكتبه في الاخر كده او في الاول، مش هتفرق. بينج جوجل دوت كوم داش اس واديله مثلا او بدون داش اس، البينج هنا شغال عشان فيه هنا حجم طبيعي رايح اهو. انما لو انت حاولت تلعب في حجم البينج يعني داش اس كده في الاخر اللي هي دي السايز، هتبعت حجم الباكت بدل ما هي كانت هنا 64 بايت انت مثلا هتخليها 2000 بايت. المفروض هنا هتتلاقي بيجي لك ريكوست تايم اوت من موقع جوجل اللي انت لسه كنت بتعمل عليه بينج من شويه. طب ليه المره دي قال لي ريكوست تايم اوت؟ بسبب ان جوجل دوت كوم عند الاجهزه بتاعتهم او قبل الويب سيرفر بتاعتهم في عندهم اجهزه زي اي بي اس، فالاي بي اس بص على الترافيك بتاعك تلاقي الترافيك بتاعك مش طبيعي او اب نورمال، فالاي بي اس قام مطلع لهم هناك اليرت وكتب الاي بي بتاعك بيحاول دلوقتي يبعت بينج بطلبات كبيره، وفي نفس الوقت الاي بي اس رجع لك هنا قال لك انت ممنوع. طب لو انت حاولت تشيل السايز فهنا الاي بي اس هيعاملك كانك دلوقتي جاي بترافيك طبيعي، فقال لك خلاص انت كده تمام اتفضل ادخل طالما انت دلوقتي داخل بترافيك طبيعي. فالاي بي اس كل اللي بيعمله ان هو بيبص على الترافيك وهو جاي، الترافيك ده نورمال ولا اب نورمال. في تلك الاحوال كده كده الاي بي اس بيطلع اليرت، الاليرت ده بيطلعه هناك يقول يا جماعه خلي بالكم في اي بي جاي من المكان الفلاني بيحاول يبعت لنا باكت اي سي ام بي اللي هي بتاعت البنك وحجمها قد كذا. انت بتكون مسبقا مظبط الفاير وول او مظبط الاي بي اس ان هو في حاله لو اتلقى ايفنت معين اعمل الاكشن المعين. فالاي بي اس الميزه بتاعته ان هو بيشتغل من نفسه، انت بتكون مظبطه وهو شغال. ده بالنسبه لجهاز اسمه الاي بي اس. في بعض الاحيان انت ممكن يكون عندك هوست اي بي اس، وده اشهرهم اداه اسمها سنورت. فالسنورت عباره عن اوبن سورس اي بي اس، ده اللي عاملاه شركه سيسكو، مكتوب بلغه برمجه السي، انت ممكن تنزله عندك على جهازك اللي هو الاند بوينت، يبقى انت تشغل الاند بوينت كمان عليه يعني تنزله هنا على جهازك ده، تشغل عليه كمان هوست اي بي اس. وبرده دي هتلاقي عليها سؤال في الاختبار او حتى في المقابله، يقول لك الافضل يكون عندي نتورك اي بي اس يعني اللي هو اي بي اس للشبكه كلها، ولا يكون عندي هوست اي بي اس. لو احنا بنتكلم في الاستراتيجي بتاعت الديفنس اند ديبس فيفضل يكون الاثنين موجودين. لو انت بتتكلم في بادجت مين الاوفر عندك؟ النتورك اي بي اس اوفر. لو انت بتتكلم في حماية افضل يبقى الهوست اي بي اس افضل. تخيل دلوقتي احنا بدل ما يكون الشبكة بتاعتنا كلها ليها حارس او بودي جارد واحد، فانت عندك كل جهاز في الانترنال اند بوينت بتاعتك عنده هوست اي بي اس خاص بيه، فانت ممكن تنزل سنورت والسنورت ده بيقوم لك بمهمة الاي بي اس اللي هو بيدخل عندك انترنال. الجزء الباقي من المحاضرة برضو الكلام بتاعه الى حد ما طويل شوية، فخلينا نوقف المحاضرة لحد هنا ونكمل في الجزء التاني.